السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي العلمي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس البلاغة، ألا وهو التشبيه غير التمثيلي والتمثيلي. التشبيه غير التمثيلي والتمثيلي. الأصل أن التشبيه هو فرع من فروع علم البيان. علمنا أن من علوم البلاغة البيان والمعاني والبديل، ودرسنا من بداية هذا الفصل الدراسي أنواع التشبيه. فعلمنا من أنواع التشبيه غيرها التشبيه المفرد والمركب وغير ذلك من هذه الأشياء، وسوف نأتي اليوم إلى التشبيه غير التمثيلي والتشبيه التمثيلي. أولا، ما معنى التشبيه غير التمثيلي؟ إن الأمر إنما يبان من العنوان، فالتشبيه غير التمثيلي ألف وما كان وجه الشبه فيه منتزع أو صفة منتزع من غير متعدد. يعني ايه منتزع من غير متعدد؟ يعني وجه الشبه فيه بيكون صفه واحده. هذه الصفه اما ان تكون صفه حسيه واما ان تكون صفه معنويه. يعني مثلا لما اقول مثلا في الصفه الحسيه الشعر كالحرير، يبقى في هذه الحاله تجد ان هذا المثال يحتوي على مشبه الشعر ومشبه به اللي هو الحرير، اداه التشبيه اللي هو الكاف ثم اللي هي الكاف ثم بعد ذلك وجه الشبه هذا وهو النعومه الشعر. يبقى هذا يعني انا اعلم ان وجه الشبه هنا انما هو وجه شبه حسي. حسي ومعنى الشيء الحسي انه يرى بالعين وانه يلمس باليد، هذا امر انما يعتبر ملموسا. احيانا قد يكون وجه الشبه انما يكون معنويا، مثلا لما اقول محمد اسد، فإذا محمد هنا هو المشبه وأسد هو المشبه به. طيب إيه الصفة التي تجمع ما بين محمد وما بين الأسد؟ هي صفة الشجاعة. يبقى في التالي وجه الشبه هنا نجد أنه وجه شبه معنوي. يبقى إذا التشبيه غير التمثيلي هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من غير متعدد، أي أنها حالة واحدة أو أنها صفة واحدة، وهذه الصفة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. طيب يقول الحق تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هنا خطاب للحق سبحانه وتعالى إنما يخاطب فيه بني إسرائيل، ويبين في هذا الخطاب مدى قساوة قلوبهم. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أولا، أين المشبه في هذه الآية الكريمة؟ القلوب. طيب أين المشبه به؟ الحجارة. طيب أين وجه الشبه؟ القسوة أو القساوة في كل، القسوة في كل. إذا نظرنا إلى هذا الوجه أو إلى وجه الشبه، نجد أن وجه الشبه إنما هو صفة واحدة. فالقسم الأول من أقسام التشبيه غير التمثيلي هو أن يكون وجه الشبه صفة واحدة، أن يكون وجه الشبه صفة واحدة. طيب هل من الممكن ان يكون وجه الشبه اكثر من صفه؟ نعم، البحتري عندما يقول واصفا ممدوحا هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا، وكانه يعتقد ان هذا البحر الممدوح انما هو بحر في السماح وبحر في الجود فازدد منه قربا، اي كلما ازددت من الممدوح قربا ازددت من الفقر بعدا. طيب تعالوا معنا نستطلع أركان التشبيه في هذا البيت. هو البحر ما في المشبه هو الممدوح. طيب هو بحر في المشبه به البحر. طيب فين وجه الشبه؟ السماح والجود. يبقى إذا علمنا القسم الثاني هو أن يكون وجه الشبه صفتين وليس صفة واحدة. يبقى القسم الثاني هو أن يكون وجه الشبه صفتين. يبقى إذا التشبيه غير التمثيلي هو ذلك النوع من أنواع التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه صفة منتزعة من غير متعدد. هذه الصفة إما أن تكون صفة واحدة مثل قول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإما أن يكون صفتين وذلك مثل قول البحتري: هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. النوع الثاني من أنواع التشبيه ألا وهو التشبيه التمثيلي. ومعنى التشبيه التمثيلي هو أن يكون وجه الشبه صفة منتزعة من متعدد، أي أنك تحاول أن تستخلص هذا الوجه أو وجه الشبه من حوار أو من قصة أو من حدوتة أو من تفاعل أو من حركة أو غير ذلك. طيب في هذا الأمر لابد أن نعلم أن هذا التشبيه التمثيلي إما أن تكون
صورة حسية وإما أن يكون صورة إيه؟ عقلية. طيب الصورة الحسية يقول الشاعر هنا وصفا سيف الدولة: يهد الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. يهز الجيش حولك جانبيه، جانبي الجيش اللي هما ايه؟ طرفاه الميمنة والميسرة. كما نفضت اي كما حركت جناحيها العقاب، والعقاب هنا ده طائر كثير الحركة، ونجد ان جناحيه انما يتمتعان برشاقة وبقوة ايه؟ وبفاعلية. طيب اين المشبه؟ حركة الجيش من حول الايه؟ الممدوح، وهذا البيت كان في مدح سيف الايه؟ الدولة. طيب اين المشبه به؟ حركة جناحي العقاب. يبقى إذا في هذه الحالة نجد أن هذا الأمر أو أن المشبه هو عبارة عن صفة جيش الممدوح، وهو متكون من الميمنة والميسرة، ثم بعد ذلك قلب الجيش الذي تقدمه سيف الدولة بإيه؟ بجناحي العقاب، الجناح الأيمن والجناح الأيسر، ثم بعد ذلك جسم الإيه؟ العقاب. طيب وجه الشبه هنا صورة حسية، اللي هي صورة الإيه؟ الحركة والاضطراب وسرعة البديهة وحدة النظر وغير ذلك من هذه الأشياء. فهذه الصفة إنما هي كانت صورة إيه؟ حسية. يبقى القسم الأول من أقسام التشبيه التمثيلي وهو ما كان وجه الشبه فيه إنما هي صورة منتزعة من متعدد، وكانت هذه الصورة إيه؟ حسية، أي أنني أستطيع أن أراها بعيني وأن أراقب هذه الحركة. طيب القسم الثاني من أنواع التشبيه التمثيلي هو ما كان صورة عقلية، وذلك مثل قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. هنا نجد أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء لرضا الله سبحانه وتعالى وبيانا لمرضاته. بمين؟ بالحبة، تلك الحبة التي أغرست في الأرض، فأنبت الحق سبحانه وتعالى بسببها في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فنجد في هذه الحالة أن التشبيه التمثيلي تمثل في إيه؟ هيئة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه. بإيه؟ بالحبة التي غرست في الأرض كمثل حبته، هذه الحبة أنبتت سبع سنابل وكل سنبلة بها 100 حبة. طيب أين وجه الشبه؟ وجه الشبه وصورة عقلية، وهي المضاعفة في جميع الأحوال. فإذا نعلم بعد هذا العرض أن التشبيه إنما ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون تشبيه غير تمثيلي، وإما أن يكون تشبيها تمثيليا. التشبيه غير التمثيلي هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من غير متعدد، أي أنها حاجة واحدة. هذه الصورة إما أن تكون صفة واحدة وإما أن تكون صفتين. ثم التشبيه التمثيلي وهو ما كان وجه الشبه فيه صفة منتزعة من متعدد، أي أنها عبارة عن هيئة، حدودة، قصة، غير ذلك. هذه الصورة إما أن تكون صورة حسية وإما أن تكون صورة عقلية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.